دول عيونك يا أردن بني هذا الموت حنا يا حما غالي علينا بني طيق البعد عنا في دول عيونك يا أردن بني هذا الموت حنا يا حما غالي علينا بني طيق البعد عنا في دول عيونك يا أردن بني هذا الموت حنا في دول عيونك يا أردن من هاب الموت حنا يا حما غالي علينا من طيق البعد عنا يا حما غالي علينا من طيق البعد عنا في دول عيونك يا أردن يفتديه الكل منا عالجمر تمشي النشامة والوفاء للحر سنة أغلى من تبر ترابة يفتديه الكل منا عالجمر تمشي النشامة والوفاء للحر سنة في دول عيونك يا أردن من هاب الموت حنا في دول عيونك يا أردن من هاب الموت حنا يا حما غالي علينا من طيق البعد عنا يا حما غالي علينا من طيق البعد عنا في دول عيونك يا أردن. شكرا. Thank you. صباح الخير محمد، كيفك؟ صباح الخير حبيبي. اهلا وسهلا. صباح الخير محمد، اهلا وسهلا، نورت. محمد النابلسي اليوم منورنا بحلوة الدنيا. اهلا وسهلا فيك. اغنية كتير حلوة، يعني اغنية وطنية راقية جدا وصوتك مميز، اهلا وسهلا فيك معنا بحلوة الدنيا. اهلا فيك. وكمان اللي كنا نحكي تحت الهواء انه اداء حلو، يعني اديت اللون الوطني بطريقة حلوة وبطريقة الاغنية حلوة طبعاً. وكمان انت غنيتها بطريقه حلوه. الله يخليك. اهلا وسهلا فيك. أهلاً محمد النابلسي. اهلا فيك. كمان صوت شاب جميل، وكمان زي ما ابدعت في الاغنيه الوطنيه، انت ايضا المعروف عنك انك مميز في الاغاني الرومانسيه. والاكثر كمان بيحكوا انه انت تتقن الغناء باللهجه المصريه يعني بسلاسه وباريحيه. وهذه يعني ميزه يمكن. ونسمع انت رايك عن هذا الموضوع. طب اول شيء بدي احب احكي شغله صغيره. أول شيء كل عام وسيدنا بألف خير، وأنا مبسوط أني موجود معكم اليوم. ثاني شيء بالنسبة للون المصري، أنا أول أغنية إلي كانت باللهجة اللبنانية، وثاني أغنية إلي كانت تجربة باللهجة المصرية، فلقيت حالي في الخط هذا، وشفت زملاء الفنانين الأردنيين خاصة من الأردن ماشيين في خط واحد، تمام، او لون معين حسب ما بتطلب السوق صراحه. فانا حبيت امشي في خط لحالي بما اني لقيت حالي في هذا الخط، فمن هون اجت يعني انه انا تميزت في خاصه في اللهجه المصريه، ولان اللهجات الثانيه يعني بقدر اغنيها ما عندي مشكله يعني. لانه اللهجه المصريه يعني صعب جدا انك تغنيها وانت مش مصري، يعني يمكن دائما المصريين لو شو ما كنت تعرف تحكي مصري بضل بيقدر يلقطك انه مش مصري. صح، في مخارج حروف وفي حتى مفردات وكلمات عندهم بتكون شوي يعني خاصة فيهم، يعني بالضبط بفهموها هم على بعض، أما البرة صعب شوي يفهموها، فهاي يعني أنا استغليت هاي النقطة بصراحة. نعم. معاليك أنت خريج دمشق. نعم. أخبارك كيف والموسيقى والمقامات الحلبية وغيره؟ يعني ستبقى المقامات الحلبية فيها نوع من التجذر وبنحبها إحنا إن شاء الله، بس الشباب يحبوها طبعاً. إحنا جيلنا بيحب
المقامات الحلبية وبحب الغناء العربي الأصيل. هو قصده يقول بس انتو حرام، قصده يقول انه هو فنان شامل ما عندوش مشكله باللهجه. والله شايف كيف المحامي، شايف كيف المحامي. شكرا. كنا عم نحكي انا وانت، انما يعني انا في رايي الفن ساير القضيه وخدم القضيه وساهم في التوعيه وساهم في بناء يعني القيم الوطنيه ايضا والسلوكيه طبعا. واكيد يعني احنا واحد زي الاخ محمد له وجود وسيكون له وجود اكثر. فبالنسبة لنا إحنا جيلنا يحب المقامات الحلبية كما يحب العتابة الأردنية كما يحب يعني الغناء المصري لهجاني والميجنة كله كله ما في عتابة وميجنة، هذا جزء يعني القديم الجديد. نعم. نعم طبعا. كان عم بيقول لي الدكتور تحت الهواء عم بقول له لمين بتحب تسمع، قال لي أم كلثوم. يعني لا يعلى عليها كوكب الشرق. وكنا نقول مقامات الحلب القدود الحلبية يعني. طبعا. نعم. طبعا واضح انه يتقنها الاخ هنا. شو ابو حميد تتقنها؟ تسمع شيء لام كلثوم؟ ايه انا مع راي الجمهور. ما والله ضيفنا اليوم والله دام حضر اسم الست كوكب الشرق طبعا اوكي يعني. حدا يكره يسمع ام كلثوم؟ يلا نغني لام كلثوم. يلا نسمع كمان اغنية. بدون ميوزك. اوكي. رجعوني عينيك لأيام اللي راح، علمونا ندم على الماضي وجراحه اللي شفته قبل ما تشوفك عيناي، عمري ضايع يحسبوه ازاي علي اللي شفته، اللي شفته قبل ما تشوفه عينيا، عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا اللي شفته قبل ما تشوفه عيني يا عمري ضايع يحسبوا ازاي عليا انت عمري انت عمري اللي ابتدى بنورك صباح وانت انت انت عمري. الله الدنيا صارت تسعى المسك. هذه ختامها احلى مسك. هاي شهادة بعتز فيها دكتور. الله يوفقك. يا سلام. يعني انا ما بعرف قد ايه معنا وقت قبل الفاصل بس لازم نرجع نسمع من محمد كمان مرة. اوكي في لسه معنا في طلبات بيقولوا لك بنحب نطلب عيوني بطلبوا اشياء يعني ما بعرف يعني انا من جد انا بحلوه يا دنيا يعني من جدي اكيد مخرج بدا يشيل الورده الجزائريه ولا ورده يعني دخلتونا في يلا دخلتونا في اجواء ما يطلبوا المستمعين طربيه راقي في مشكله اوكي نسمع ايش الورده ولا هلا ارجوك ارجوك زي ما بدنا احنا ما بدنا نغلبك معنا يعني لانه بنعرف الصبح انا كثير مستمتع ومبسوط بشوفتكم اهو نسمع ايش الورده يلا انت كريم واحنا بنستاهل يلا اكذب عليك أكدب عليك يا سلام أكدب عليك
أكدب علي 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 أكدب عليك لو قلت بحبك لسه أكدب عليك أكدب عليك لو قلت نسيتك همسة أكدب عليك أكدب عليك لو قلت بحبك لسه أكدب عليك أكدب عليك لو قلت نسيتك همسة أكدب عليك أمال أنا إيه قولي أنت أنا إيه اختار لي بر وأنا أرسى عليه أمال أنا إيه قولي أنت أنا إيه اختار لي بر وأنا أرسى عليه أنت حبيبي يا لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي يا عمي بعد شو بدي احكي بعد بعد الرومانسيه وبعد الاغاني الحلوه من اروع ما يكون. مرت فعلا الحلقه بسرعه اليوم لحلاوه الموضوعات اللي حكيناها وبخفه دم ايضا ضيوفنا. اهلا وسهلا فيكم ونورتونا. رهف انت كان عندك سؤال ايضا لمعالي الوزير. طبعا للدكتور كمال ناصر، يعني يمكن امبارح حكينا بمنزلك على موضوع المراحل المفصليه بحياه كل انسان. صحيح. ولما كنا عم نحكي على الصعيد المهني خبرتني بانه قرار الدكتوراه كان من اهم يمكن القرارات اللي اتخذتها، وعلى الصعيد السياسي كان في يمكن مرحله مهمه جدا وهي ترأسك لنقابه المحامين. نعم، يعني خلينا نبدا بالجانب المهني قبل الجانب الشخصي. نقابه المحامين الاردنيين نقابه متميزه في العالم العربي. نعم. لانه خطابها خطاب قومي. خطاب شمولي. وبالتالي حين يعني يتحدث نقيب محامين في اتحاد محامين العرب الكل يسمع، واتحاد المحامين العرب اتحاد له اهميته وله الصفه الاستشاريه في الامم المتحده. دائما نقيب محامين الاردنيين هو محور الجميع، وبالتالي ان تفوزي بمنصب بشرف منصب نقيب المحامين له خصوصيه. نقيب المحامين هذه النقابه العريقه التي عايشت كل العصور ومستمرة وتقدم خدمة للدولة وتقدم خدمة لقضايا الأمة، مسألة كانت في غاية الأهمية. وأنا يعني بالإضافة لأني كنت نقيب للمحامين الأردنيين كنت أمين عام مساعد لاتحاد المحامين العرب، وبهذه الصفة أيضا كنت رئيس لجنة الحريات في الوطن العربي. وكلها لا تتجزأ، إنما هي حكاية إما دور سياسي أو دور مهني، أو أيضا هي حكاية دور الدولة الأردنية في المجتمع العربي. لذلك نعم تشرفي بانتخابي الهيئة العامة لي كنقيب للمحامين الأمان أثر على شخصيتي وأثر على طموحاتي، وأيضا أثر علي في الانتماء إلى هذه المهنة الرسالي. حلو. في آن واحد. يعني الدكتوراه شيء آخر، يعني الدكتوراه خدمتني باعتبار أنه يعني نوع القضايا اللي بتاخذيها، التدريس في الجامعات، تقديم الأبحاث العلمية، صحيح أنها يعني كلها في إطار رسالة المحاماة أو مهنة المحاماة. نعم.
ولكن قطعا سيؤثر في شخصك وسيؤثر في مهنتك أيضا. نعم. والانفصام بين نقابة المعاصلة، أنا كنت يعني نقيب للمحامين، عارف إحنا عنا انتخاب ديمقراطي ما عنا مشكلة لا في أن تزوير ولا غير تزوير، يعني النقيب ينتخب بورقة والمجلس ينتخب بورقة، ولكن شرف أن تصبحي مسؤولة عن شؤون المهنة. حلو. وما لامسها، يعني لما أنت تكون مسؤولة عن نقابة المحامين بهمك شو بصير بكليات الحقوق، بهمك شو بصير بالقضاء، بهمك شو بصير بتحقيق العدل ووالى آخره. نعم. وهي دكتور أنا نعم فضل أرجو. أنا معلش بمحبة اقبل اعتذاري على المقاطعة. لا قاطع. لأننا جرفنا على انتهاء البرنامج. بمحبة مرة تانية نشكر حضورك، نشكر محبتك، نشكر تفاعلك معنا اليوم. وبنحب نسألك آخر سؤال وهو الإجابة بكلمة واحدة، حلوة يا دنيا لولا. حلوة بدون لولا. ممتاز. لا عليك محمد النابلسي، رح نسمعك أكيد بأغنية أخيرة، بس قبل حلوة يا دنيا لولا. لولا الكره. لولا الكره. نعم. احنا ما ضل إلا نودع مشاهدينا ونشكرهم على حسن المتابعة، إن شاء الله يا رب حلقة اليوم تكون نالت إعجابكم وبالمستوى المطلوب اللي دائما احنا نتمنى. نعم. أن نوصل له. نعم. بصدل كمان باسم طبعا إدارة رؤيا كل العاملين فيها، بنرفع أسماء آيات التهنئة والتبريك لمقام صاحب الجلالة الملك المفدى عبد الله الثاني. سيدنا كل سنة وأنت سالم وأهلك سالمين، وطبعا أهلك الكبار عائلتك الأردنية الكبيرة سالمة.